في تاريخ المسجد الحرام بشكل كبير. أهلا بك دكتور عبد الله معنا. مرحبا أخوي حسن والأخوة في الإخبارية، حياكم الله. أهلا وسهلا. يعني بداية دكتور عبد الله، كيف صنع حكام المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس وحتى هذا اليوم الفارق في العناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية في الحقيقة نبارك لقائدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أيده الله وسمو ولي عهد الأمين، والشعب السعودي العظيم على هذا اليوم المجيد، والذي في الحقيقة نتذكر فيه يعني تلك الإنجازات العظيمة التي حدثت في هذه البلاد، ولعل يعني أعظم المستفيدين من هذه الإنجازات وهذا الأمن الذي تحف به البلاد من كل مكان هم ضيوف الرحمن. فالحقيقة تشير مصادر تاريخية إلى يعني مقدار التعب ومقدار يعني الخوف الذي كان يعتري الحجاج والمعتمرين سواء في طرق الحج أو حتى عندما يصلوا إلى المسجد الحرام. فلعل الأرقام كما يقول أهل الاقتصاد لا تكذب، كان المسجد الحرام قبل العهد السعودي في عام 1342 للهجرة يتسع فقط لحوالي 50,000 شخص فقط. ولعلكم تتخيلوا الإخوة يعني المتابعين لهذه القناة المباركة، يعني 50,000 الآن يقفون فقط خلف مقام إبراهيم، ومساحة المسجد الحرام حوالي 28,000 متر مربع. توقفت التوسعات في الحرم منذ 400 سنة، منذ عام 1041 للهجرة توقفت كل أعمال الترميم، أعمال التوسعات سواء للكعبة المشرفة أو للمسجد الحرام لمقام إبراهيم، حتى التصقت المحلات التجارية وبأبواب الحرم، حتى انفصل المسعى، ولعل هذه المعلومة كما يعرف القليل من الناس، انفصل المسعى عن المسجد الحرام، صار بين المسعى والمسجد الحرام طريق للدواب وللسيارات يعني بعد أن ترك الحرم هذه الفترة الطويلة. فكانت أول جهود الملك عبد العزيز المؤسس، الذي أعد أنا يعني حتى عندي كتاب سيصدر قريب اسمه أخبار المعظمين لبيت رب العالمين، في الحقيقة من أعظم يعني المعظمين لبيت الله عز وجل. بدأ من الساعات يعني لا أبالغ إن قلت الساعات الأولى بعد أن وفقه الله بالدخول محرما ملبيا لبيت الله عز وجل، بدأ بأعمال التوسعة وبمحاولة تسقيف المسعى وتبليط أيضا، ومحاولة ربطه مرة ثانية بالمسجد الحرام، ترميم داخلي كان بسيط الكعبة لمقام إبراهيم، الإضاءة داخل المسجد الحرام، حتى أنه كان يعني في ذلك الوقت كان الجو كما تلاحظوا في مكة الجو درجة الحرارة مرتفعة، فتم يعني عمل سرادقات يعني مثل خيام مؤقتة لتحمي الحجاج من حرارة الشمس. فبدأت التوسعات في ذلك الزمن من اليوم الأول لدخول الملك عبد العزيز قبل حوالي قرن من الزمان، واستمرت يعني لا أبالغ إن قلت يعني لم تتوقف أعمال التوسعة وأعمال الرعاية لبيت الله الحرام والمسجد النبوي وما ينعكس على ضيوف الرحمن يوما واحدا. فبدأت التوسعة في عهد المؤسس كما وضحت لك، ثم بدأ التخطيط في الحقيقة لما يسمى التوسعة السعودية الأولى، وكانت في آخر عهد الملك المؤسس طيب الله ثراه، ولكن قام الملك سعود بعد أن انتقل الملك عبد العزيز رحمة الله بعمل الخرائط الخاصة بالتوسعة السعودية الأولى تقريبا يمكن عام 1378، وكانت توسعة في ذلك الزمن ضخمة وتاريخية، يعني انتقلوا من حوالي 50,000 سعة المسجد الحرام إلى أن أصبح المسجد الحرام بعد التوسعة السعودية الأولى يتسع لنحو 400,000 مصلي، وكان في الحقيقة عدد ضخم جدا مقارنة مع أعداد الحجاج وأعداد المعتمرين في ذلك الزمن. طيب فيما يخص رحلة الحاج إلى مكة المكرمة قبل توحيد المملكة ومقارنتها بالحال وكذلك الرحلة بعد التوحيد،
في الحقيقة يعني من اطلع على كتب التاريخ والمصادر التاريخية، وعندما نتحدث عن المصادر التاريخية لا نعني أنه الكتاب والمؤرخين سعوديين، يعني مؤرخين غير سعوديين وحتى بعضهم غير عرب، ومن أشهرهم شكيب أرسلان والعقاد والشعراء محمد متولي ومؤرخين كثير في الحقيقة كتبوا عن يعني تجربة ذاتية لهم للحج قبل العهد السعودي. فكتب أحدهم في عام 1300 وتقريبا يمكن 41 يعني قبل دخول الملك عبد العزيز لمكة بحوالي سنتين فقط، قال فأوقفونا الأعراب وكان معهم يعني محمل تقريبا المحمل المصري أو المحمل الشامي، وكان يحرس حوالي 400 من الجنود، ورغم ذلك تم قتل يعني معظم الحجاج اللي كانوا مشاركين في تلك الرحلة، ونهب أموالهم ونهب يعني ما وصل إلى مكة إلا عدد قليل منهم. حتى من يصل إلى مكة قد يتعرض القتل، يتعرض الأذى، بل قد يعني لا يصدق البعض أنه كان كل يعني مجموعة من الحجاج يأتوا بالمفتي معهم، فالمحمل المصري، المحمل الشامي، المحمل العراقي، بعض الحجاج أيضا من دول غير عربية يأتوا بالمفتي، فذلك يقول يعني غدا عرفة والثاني يقول لا عرفة اليوم اللي بعده، فتجد الحجاج يتصادموا في طرق الحج ويتعرضوا للأذى. هذا غير طبعا يعني المخالفات الشرعية الموجودة داخل المسجد الحرام، كانت تقام للصلاة صلاة الفرض الواحد، يعني خلينا نقول مثلا العصر يقام 4 مرات، فيصلي في البداية الشوافع وبقية المذاهب ما يصلوا، وثم يصلي بعد ذلك الأحناف، ثم المالكية، ثم الحنابلة، فيأخذ الوقت إلى قبل المغرب وهم يؤدوا صلاة العصر. هذه المشاكل دكتور يعني كيف عالجها الملك المؤسس عبد العزيز سواء في رحلة الحج أو حتى هذه المصادمات داخل المسجد الحرام؟ في الحقيقة أخوي حسن والأخوة المستمعين أو المشاهدين يعني تستحق يعني حنكة الملك عبد العزيز ودرايته ويعني طول باله أيضا على هذه الأمور وطريقة معالجته تستحق أن تدرس في الجامعات. فيعني فوجد يعني عقبات كثيرة جدا كبيرة وشائكة، ورغم ذلك استطاع بحكمته وبحبه لمكة وتعظيمه لبيت الله الحرام وحبه للمسلمين عموما بالتعامل الحسن مع هذه الأمور، فقام يعني التعامل مع قضية تعدد الصلوات داخل المسجد الحرام، قال مثلا يوم غدا نخلي الأحناف فقط طول اليوم، ثم بدأ ذلك بإزالة المقامات التي كانت خلف الكعبة المشرفة حتى انتظم الأمر وانتظم الناس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا تم إقناع كل من يأتي الحج أنه يعني لا يوجد ما كان نسميه أنا في بعض كتبي الفوضى الدينية، فعلا كانت فوضى دينية، كل ناس لهم فتوى وكل ناس لهم طريقة، فتم توحيد مواعيد يوم عرفة، مواعيد الحج، مواعيد النسك في يوم محدد، والدولة السعودية هي التي تفرض هذا الأمر حسب منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يعني في السنة الأولى التي دخل فيها الملك عبد العزيز 1343 كان في شهر جمادى، ورغم ذلك يعني خلال أقل من 6 أشهر أرسل لجميع يعني رؤساء وملوك الدول الإسلامية بأن الحج متاح في هذا العام، وأن المواني اللي كان يتعرض فيها الحجاج للقتل وللنهب أنها آمنة بفضل الله عز وجل، ولم يصدق الناس في الحقيقة خلال 6 أشهر يحدث هذا الأمر، ولكن كان حج متميز وسماه حتى كثير من الكتاب كان حج استثنائي عام 1343، وجد الناس الطمأنينة، وجد الناس الراحة، وجدوا الأمن، حتى المواد الغذائية توفرت في ذلك الزمن، فكان في الحقيقة حج استثنائي. وتمكن الملك عبد العزيز بما وهبه الله من الحكمة وبما وفقه الله من تعظيمه لبيت الله عز وجل أن يعني يوفر الأمن للضيوف الرحمن، وهو ما استمر عليه أبناء البررة إلى يومنا هذا.